يستمر التعاون والتنسيق بين عشائر الأنبار والقوة الأمنية من أجل قطع الطريق على خلايا تنظيم داعش الإرهابي الذي يحاول إعادة رص صفوفه في المناطق التي طرد منها. ومن هنا عقدت الحكومة المحلية مؤتمرا موسعا بحضور شيوخ العشائر الذين دعوا إلى ضرورة الحفاظ على النصر الذي تحقق وعدم العبث بأمن المحافظة المحررة. حاليا الأنبار محافظة مستقرة، أبناء العشائر وأبناء المحافظة كلهم جنود أوفياء لخدمة محافظتهم. الآن المحافظة تختلف عن قبل 4 سنوات. بالنسبة للجانب الأمني، الجانب الأمني مستقر 100%. كما أشاروا إلى أن محاور عدة تم مناقشتها مع القوات الأمنية لقطع الطريق على أي خروقات من الممكن أن تحدث. تم طرح محاور عدة، منها من أهم هذه النقاط التي تم طرحها هو الجانب الأمني اللي موجود ضمن حدود قضاء الرمادي والمحافظة بشكل عام. تم مناقشة النقاط الأمنية، كان بالإجماع أن الوضع الأمني مستتب في قضاء الرمادي وفي محافظة الأنبار بشكل عام. عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية فالح العيساوي أكد أنه ولدعم استقرار المحافظة فقد تم إعادة أكثر من 7000 من المصفرة رواتبهم. بالجهود التي بذلت طيلة السنة الماضية تكرست هذه الجهود بعودة 7636 شرطي إلى المحافظة لدعم استقرار المحافظة أولا واستقرار أمنها، وبنفس الوقت دعم اقتصاد المحافظة من خلال هذه الرواتب التي تصل إلى 12 مليار دينار شهريا، وبالتالي دعم عوائل المنتسبين ودعم اقتصاد المحافظة ودعم أمن المحافظة من خلال عودة الشرطة المصفرة رواتبهم. الأمن سوف يستقر في هذه المحافظة أكثر فأكثر، أبدا لا عودة لأي تنظيمات إرهابية أو تنظيمات متطرفة، أبدا لن نسمح لأحد أن يخرج خارج القانون. محاولة كثيرة وجادة تبذل من قبل أبناء محافظة الأنبار للمحافظة على النصر الذي تحقق على الإرهاب ومنع عودته والسعي لإعادة المهجرين إلى مناطقهم والتي ستسهم في الاستقرار أكثر.